أعزائي مشاهدي تلفزيون الراي، أهلا وسهلا فيكم. يتجدد لقائنا معكم كل يوم جمعة الساعة 9:30 على تلفزيون الراي في برنامجكم جي اف سي جلاديترز فايتنج شامبيونشيب. اسمي صالح الشريف، الرئيس التنفيذي لمنظمة جي اف سي، ومعاكم سعود الكندري مؤسس ونائب منظمة جي اف سي. حلقتنا اليوم حلقة مميزة، راح نتكلم بالتفاصيل عن تجهيز بطولة جي اف سي 2، التجهيزات الإدارية، التجهيزات الفنية، وراح أتكلم على أساس تم اختيار اللاعبين واللجنة التحكيم، وعلى أساس تم اختيار الصالح. أذكركم أعزائي المشاهدين أنه غدا راح نستعرض بطولة جي اف سي 2 كاملة ل 12 نزال، راح يكون كلها حماس، حتكون طبعا حصريا على تلفزيون الراي إن شاء الله غدا الساعة 6 مساء. ولكن أحب أنبه جميع المشاهدين أنه في لقطات راح يشاهدوها اليوم في برنامجنا، أو اللقطات اللي راح يشوفوها غدا في بطولة جي اف سي 2 هي لقطات خطرة تمارس من قبل محترفين تدربوا عليها لفترات طويلة تحت إشراف محترفين. وبالتالي أنصح الجميع وخصوصا الأطفال إنهم ما يقلدوا هذه الحركات سواء في المدرسة أو في البيت. اليوم معانا شخص ما نقول هو ضيف، هو منا فينا. نرحب برئيس ومؤسس منظمة جي اف سي عادل روان. اهلا فيك عادل. هلا والله سعود، حياك الله ابو عدول. الله يحييك، شلونك؟ الله يخليك، الحمد لله. عادل، طبعا بدنا الناس تتعرف عليك اكثر كرياضي، كعادل ووان من الجانب الرياضي في حياه عادل ووان. انا رياضي، يعني محب للفنون القتاليه وعاشق للفنون القتاليه وبطل باكثر من لعبه، يعني مارست الجودو، الجيتسو، الملاكمه، الكيك بوكسين، ولي انجازات الحمد لله حلوه. خذيت بطل الكويت اكثر من مره، وزن مفتوح الملاكمه، بطل الكويت كيك بوكسين، والحمد لله لعبت بطوله العالم الجيتسو، ولعبت برا احترفت، حاولت ان احترف الاحر، بس انها كانت صعبه علي الاحتراف برا لظروفي وكذي في بريطانيا، ولعبت بانول كلوب في نيوكاسل ملاكمه، وكل حياتي بالمارشال ارت، بالميكس مارشال ارت. طيب عادل، احنا خلينا نرجع نستذكر احنا كيف تكوننا وكيف تكون طاقم عمل جي اف سي، كيف ركبت افكارنا وايش القواسم المشتركه اللي تجمعنا وجمعتنا نوصل لهي المرحله من عملنا. طبعا خلنا نبدا بسعود. سعود طبعا اخو عزيز ونفس الوقت نسيبي بعد، ويعني وياي كل صغيره وكبيره. كانت فكره قديمه لكن كانت صعب تطبيقها شويه، وسعود يدري يعني الفكره من زماننا ودي اسويها، ومعرفتي فيك صالح تدري انت، يعني كنا معسكر فنون قتاليه وجمعنا معسكر البحرين. البحرين أيه. وكان اول لقاء لي فيه يمكن وياك، مني تعرفت عليك وعبر الاثير بنوجه تحيه للكابتن يوسف سيف اللي لففنا يعني البحرين كلها. هذا المشوار. هذه طبعا الصوره في جي اف سي 1. ايه صح، نعم، هذه البطوله الاولى. طبعا تعب، هذه نهايه البطوله، تلاحظون تعب ترى واضح لعيونه. بس احنا يعني اغلبنا احنا عشاق نتشارك في شغف حب الفنون القتاليه، وفي شيء اكثر شيء بيميزنا وخلى الناس ترتاح معانا في المشاركه سواء من لاعبين او من مدربين، في انه احنا طبعا حياديين. خلينا نتكلم عن هذا الموضوع، يعني ايش اللي بيميزنا في هذا الجانب؟ الحمد لله ان احنا يعني لا احنا من صحاب، يعني خلينا نقول اصحاب النوادي اللي عندنا نادي قاعد ندعمه ولا قاعد نسوي فريق، ولا احنا مدربين الفنون القتاليه اللي عندنا لاعبين، ولا احنا حكام. يعني حتى الحكام اللي جونا من برا اللي جبناهم كان باستطاعنا ان احنا يعطونا يعني دورات تحكيم وناخذ شهاده التحكيم، لكن تدري ان رفضنا كلنا. وحتى كانت الفكره ان ما حد فينا ياخذ اي دوره من الحكام هذيلي ولا اي شهاده منهم، اساس ان الناس تظل تدري ان احنا حياديين ولا في لنا اي ايد بالتحكيم او بالجي اف سي نفسها. يعني بالضبط، وهذا خلانا احنا على نفس المسافه من كل المشاركين، وكل اللي كان بيشارك معانا في بطولاتنا كان يحس انه احنا ما لنا مصلحه في اي لاعب، وبنحاول ندعم كل الالعاب، صح ولا لا؟ اي بالضبط، هذا اللي كنا احنا بنوصل له والحمد لله. يعني الشباب كلهم حاسين بهالوضع، يعني باللي احنا قاعد نسوي لهم، ان احنا قاعد نضحي بشغلات وايد اساس ان الناس يعني تامن فينا زياده وتشوف الحياديه اللي احنا فيها. شباب، بما ان اليوم حلقتنا عن تجهيز بطوله جي اف سي 2، خلينا نتكلم عن اول خطوه، هو كان تحديد موعد جي اف سي 2 وهو 9 فبراير. عادل، كلمنا ايش معنى احنا اخترنا التاريخ بالضبط؟ اول شيء يعني البطوله الاولى الحمد لله نجحت، كان صداها وايد كبير بالكويت وبرا الكويت، فكانت الاسئله كثيره قاعد تجينا ان متى البطوله الجايه، متى البطوله الجايه،
واللحنة ترى بالأساس كانت شهر 5 البطولة مو الحين صح. لكن قدمناها على الطلبات اللي كانت الناس تبيها، واخترنا بالضبط 9 فبراير لأنها تكون نهاية التدري يعني بداية عطلة الربيع والناس توها خاصة امتحانات والجو حلو، حتى الوفود اللي تجي من برا عشان تلعب ولا الناس جايين يشوفوا الكويت بجوها حلو يعني كان الوقت يعني وايد مناسب من جو من وقت. تخيل لي كمان كان في فترة كافية للتجهيز، احنا كنا بنعمل حدث احترافي فأعطينا نفسنا كمان لغاية 9-2 من آخر البطولة من جي اف سي 1 إلى 9-2 كان وقت يمكن كافي مع أنه كان ضيق، احنا كل يوم كنا نحس أنه كان البطولة كأنها باكر. والله كان وايد ضيق صالح، أنت يمكن نسيت كان وايد وايد الوقت يعني مزحوم بس الحمد لله يعني الحمد لله يعني. طيب الحين بالنسبة لموضوع الصالة، طبعا وجود الحدث في صالة يعني صالة من هذا النوع هذا شيء غريب وشيء مبتكر يعني، خلينا نتكلم عن هذا الموضوع، ايش رايكم؟ والله شوف انا اذا على الصالة صالة البركة احنا اخترناها ما اخترناها عبث يعني، حدث نفس هذا احترافي مستوى كبير ما قام يمثلنا احنا شخصيات يعني، قام يمثل الحدث هذا الكويت كلها يعني برا الكويت، الناس قاعد تسولف بطولة الكويت بطولة الجي اف سي، قاعد تسولف ان هذه بطولة دولة مو بطولة اشخاص ولا بطولة يعني ناس معينين، خلاص صارت باسم الكويت، فعشان كذي اخترنا افضل صالة بالكويت اللي هي كانت البركة. والصدى اللي خذتها الصالة بعد البطولة والناس كانوا يتكلموا عن التجهيز وعن مكان البطولة ويعني والرقي اللي كانت فيها البطولة صحيح، يعني الواحد يفتخر فيه الصالة فعلا، احنا يمكن لو كان في ارقى كنا سوينا في الارقى اكيد، بس صح. الحمد لله يعني هذه اعتقد كانت وافية وكافية الحمد لله الحمد لله، وكان اختيار موفق لان احنا مثل ما قال عادل بجي اف سي 1 يطمح ان الكويت تصير عاصمة العربية للفنون القتالية، طبعا عادل بجي اف سي 2 صار حدث كثير مهم لهذه المنظمة، وهي هو صار ان منظمة جي اف سي تحت رعاية الهيئة العامة للشباب والرياضة، حدثنا عن هذا الموضوع. والله انا اول شيء يعني هذا كان هو الفخر لنا ان ندش فيها شيء من الدولة، فكانت البطولة كلها تحت اشراف هيئة الشباب والرياضة، وهذا ما ميز منظمتنا منظمة كويتية تحت اشراف هيئة الشباب والرياضة تأسيسها شباب، فكان شيء وايد حلو الحمد لله. وعادل كان في شخص مهم هو ساعدك وايد او نقول انه سعى وياك عشان تحصل على هذا الرعايه، طبعا هذا الدكتور محمود فليطح وهو اخ كبير وما شاء الله مجتهد ولا مكانته يعني بهيئه شباب رياضه، كان مشرف على الشغل كله يعني، ما كان انه هو بس انه اوكي سو، لا يجيب خلينا نشوف ايش قاعد تسوي ومشرف وبخبرته ساعدنا بوايد وايد وايد شغلات سهل علينا امور وايد. انا اذكر انه بعد يعني كان انا كنت مستغرب من شغله انه كان بيسال عن ادق التفاصيل، يعني ما كان بده ياخذ الموضوع بس مجرد اني انا بدي ادخل في هذا الموضوع، ولكن كان حابب يعرف كل التفاصيل، رحنا احنا شرحنا له كل شيء، تهيالي استفدنا من خبرته، تذكر انت حط كثير اقتراحات. هو مو بس انه يعني حط خبرته، هو دش جونا دش شنو احنا قاعد نسوي يعني، قام يتابع اللعبه يعني، تذكر لما احنا له مرة عند المكتب كان يقول ترى أنا قاعد أتابع نفس لعبتكم أشوف شنو هي وشنو، وايد كان حابها يعني الله يعطيه العافية. سأل كثير عن مواضيع السلامة، كان كثير مهتم فيها بالضبط، وكانت هذه من أهم اشتراطاته واللي احنا أثبتنا له من خلال عملنا أنه احنا موفرين كل السلام يعني سبل السلامة للاعبين. طيب الحين شباب موضوع اختيار اللاعبين، خلصنا من شرعية البطولة وخلصنا من الموعد وخلصنا من الصالة، الآن بدأنا نختار اللاعبين، خلنا نتكلم على كمية الطلبات اللي اجتنا في جي اف سي 2. طبعا الاختيار اللاعبين ما كان شيء سهل، وما شاء الله ما شاء الله يعني اللي خلينا نقول اللي برا الكويت كان تقديم جدا جدا عدد كبير يعني بكل ميزان، كان الاعداد يعني كبيرة والتقديم من الكويت كان ايضا يعني وايد كبير، بس تقديم الكويت كان عليه شوي صعب، انت تدري يعني لما كنا نفرز الشباب اللي كان فايز ببطوله ولا لاعب له كذا مباراه صحيح. فكنا ما قدرنا ناخذهم، ناخذ الشباب اللي عنده سي في يعني، اكثر من اللاعبين كانوا عندنا مدربين يعني احمد حياتي علي موسوي اسامه عبد العزيز، اسامه عبد العزيز هذا مدرب جودو وبطل افريقيا مصارعه يعني الحمد لله جي اف سي 2 كان في تنويع للالعاب المشاركه. عندي موقف بدي اذكركم فيه خلينا نضحك شوي، طبعا احنا بدينا نبعت او نعمل اعلانات طلب مشاركين، فأحد المواقف الطريفة اجتنا من مشارك بعت صورته وكان حاطط وشم، سعود أكثر واحد بمسح على الموضوع، شو كان الوشم اللي حاطه؟ كان أمي حبيبتي، لا كان حاطط وشم أعز الناس أمي، أعز الناس أمي
فاحنا خفنا انه يدخل على اغنيه ست الحبايب. طبعا بعد اختيار اللاعبين وكان خذ منه جدا وقت كثير وكان صعب جدا نفس ما قال اخوي عادل، يا الخطوه اللي بعدها اختيار لجنه التحكيم، وخذينا خطوه جدا كبيره باحضار حكام محترفين. عادل يا ريت حدثنا عن اختيار لجنه التحكيم. التحكيم الحمد لله كان يعني وايد ممتاز، يعني احنا اخترنا الحكام من برا الكويت اول شيء سبب الحياديه، وان احنا اخترنا من امريكا ومن يعني منظمات معترف فيها عالميا، هذا كان مميز، يعني هذا اللي ميز حدثنا صح. والدليل يعني شفت انت بالكويت شلون كان التحكيم، شلون كان كفاءه التحكيم. طبعا اللي اخترناهم احنا من الحكام ما كانوا حكام عاديين، هذول هم اللي يشرعون قوانين لعبتنا اللي هي الميكس مارشال ارت، يعني هم اللي يشرعون ويحطون قوانين حق اللعبه هذه، فيبنا افضل ناس نقدر نوصل لهم ومحكمين باكثر من بطوله. ترى مجموع التحكيم اللي هم محكمين نزالات يعني عالميه احترافيه بمجالنا فوق 3000 نزال صح. وانا ما اقدر سالفتك بس اعتبره كان اختيار موفق، لانه شيء جميل انه بعد البطوله كان في لاعبين مشاركين ومن ضمن اللاعبين ما نقول خسروا بس لاعبين اللي انه ما توفقوا بالبطوله كتب لنا كلمه شكر تشجيعيه يقول اشكركم على اختيار اللجنه التحكيم لانها كانت جدا موفقه. خلينا نعرف الناس اكثر على الحكام من خلال التقرير التالي. بليك جريس حكم وقاضي من الولايات المتحدة الأمريكية، معتمد لدى ABC Association of Boxing Commission كمدرب حكام وقضاء في 3 ولايات أمريكية. قام بتحكيم أكثر من 1200 نزال في MMA وهو حكم مخضرم لدى منظمة UFC. ستيف ريتا حكم وقاضي معتمد لدى ABC Association of Boxing Commission وهو مرخص للتحكيم في 3 ولايات أمريكية. قام بتحكيم وإدارة أكثر من 1000 نزال للمحترفين والهواة، وهو حاصل على درجة 3 دان في السمول سيركت جوجيتسو. قام بتحكيم أكثر من 30 نزال لمنظمة UFC. بعدول أحب أشكرك على تواجدك معنا في برنامجك GFC Gladiators Fighting Championship. الله يعطيكم العافية وما قصرتوا، يعني أنت صالح وسعود وصراحة صدمتوني بهالمستوى القوي والله، الله يعطيكم ألف ألف شكر لك. الله يخليك. أعزائي المشاهدين راح نطلع فاصل قصير ونرجع نشرح إيش اللي صار في المؤتمر الصحفي الأول، خليكم تابعين. معكم أعزائي المشاهدين، وطبعا نفس ما شفنا في التقرير السابق هو تقرير عن المؤتمر الصحفي الأول وتوقيع العقود من قبل 24 لاعب اللي شاركوا معنا في بطولة GFC 2. طبعا بعد ما وقعوا اللاعبين وهم يبلغ عددهم 24 لاعب العقود